جوارديولا بيلعبها صح وبيتفوق على زيدان في البرنابيو وبيفوز 2-1 في مباراة الذهاب. لا وكمان ريال مدريد بيخسر القائد سيرجيو راموس في مباراة العودة. مباراة فيها كلام كتير قوي على ريال مدريد وكلام اكتر على جوارديولا. كيف جوارديولا تفوق على زيدان وكيف جوارديولا عرف يقفل مفاتيح قوة زيدان. هنتكلم على كل حاجة في حلقة النهاردة. قبل ما نخش في الحلقة انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناة واشتراك وفعل الجرس عشان تيجي الحلقات اول باول. ويلا بينا نخش في الحلقة. المفاجأة كانت مع بداية المباراة كانت بالتشكيل. تشكيل الفريقين كان فيه مفاجآت عديدة. اولا ريال مدريد ناحية تانية ما بيلعبش ولا بيلعب بجاريث بيل ولا بيلعب بتوني كروس. بيلعب في نص ملعب مودريتش وفالفيردي وكاسيميرو. بيلعب قدام بيلعب بإيسكو وبيلعب بزيدان بنزيما وبيلعب بجونيور. وكمان كانت مفاجأة اللي ما كنتش فاهمها اصلا ان رودريجو ما دخلش القايمة بتاعه المباراة من البداية اصلا. ما دخلش القايمة من الاساس. فانت كمان الحلول على الدكة بقت قليلة. عندك على الدكة فاسكيز, عندك على الدكة يوفيتش, وطبعا كمان بقى عندك على الدكة جاريث بيل. تمام. المفاجأة اللي كانت انا مش فاهمها برضو في تشكيلة سيتي ان سيتي كانت ملعب جنبه على الدكة فرناندينيو وديفيد سيلفا واجويرو وستيرلينج. اربع لعيبة تقيلة قوي تفيدك جدا. فانت كنت معادل عن دكة دي حاجة ما كنتش فاهمها. لكن لما بدأت المباراة حاولت افهم بقى دي ليه لعب كده. ليه بدأ بجندوجان ورودريجو في نص الملعب. هقول لك ليه بدأ بجندوجان ورودريجو في نص الملعب. الاثنين اللي بيلعبوا على البين دفاع وتاميندي ولابورت على الشمال, مندي على اليمين بيلعب ووكر, والثلاثة بتوع نص الملعب اللي هم جندوجان ودي بروين ورودريجو. تمام. التوليفه بتاعت نص الملعب ليه بيلعب بالتوليفه بتاعت نص الملعب؟ انه عايز يقفل نص الملعب, عايز يعمل كثافه على الدفاع نص الملعب. كمان بيلعب الاطراف بتاعته برناردو سيلفا ورحيم وريان محرز, ان كمان الاثنين دول بيضموا نص الملعب. فانت بقى عندك كثافه كبيره جدا في نص الملعب. عندك تقريبا خمس لعيبه في نص الملعب قدام ثلاث لعيبه بس من ريال مدريد. وكمان اللعيبه بتاعت ريال مدريد لما كان معاها الكوره بتلاقي الضغط عليها شرس جدا في الشوط الاول ان ما يستلموش الكوره وما يقدروش يحضروا اللعب. وكمان ريال مدريد كان ليه حريه الحركه انه يحضر لعب في نص ملعبه. غير كده ما تقدرش تحضر لعب لان الكثافه بتاعت نص الملعب مش مديه حريه. وكمان اطراف كان بيحاول يقفلها جوارديولا بكل الاسلحه. ناحيه اليمين ووكر كان نوعا ما قافل الجبهه بتاعته. ناحيه الشمال مندي جبهته نوعا ما كانت مفتوحه شويه. لكن ريال مدريد برده ما كانش بيعمل خطوره منها. احنا ريال مدريد معروف اسلوبه اللي هو بيلعب بيبتدي يحضر وبيبتدي ينقل الكره على اطراف عشان يعتمد على العرضيات. النهارده ما كانش عارف حتى يحضر في عمق الملعب وتحول الاستحواذ كله لاستحواذ سلبي في الشوط الاول. ان انت بقيت تستحوذ استحواذ سلبي, مفيش اي فايده من الاستحواذ اللي انت مستحوذه. مفيش اي فايده, مفيش خطوره على الجول, مفيش تسديد على المرمى, مفيش اي فايده بتعملها. وكمان اللي كانت انت الشكل المضحك اللي كان في الشوط الاول هو فينيسيوس جونيور كل ما ياخد كوره بيقرب الجول يقع على وشه. كل ما الكوره بيقرب الجول يقع على وشه. ايه يا معلم انت جاي تقع على وشك بس ولا ايه؟ يعني في كوره قدرش مصدها, ردت جونيور واقف لوحده تماما انفراد في 6 ياردة ضيعها. قالش من قبليها بيجري قاعد يجري اول ما لقى قدرش في وشه وقع على وشه. فانت مش فاهم ليه فينيسيوس جونيور في ظل هو وحش كده وسيء كده تقريبا ما بيتدربش مع ريال مدريد ولا ايه؟ وكمان الشكل بتاعه في الملعب ما يبداش اساسي. كنت المفروض تحط رودريجو عشان الحته دي. ممكن كنت تنزل رودريجو في بدايه الشوط الثاني مثلا بدل جونيور. لكن ده ما بقاش عندك حلول بسبب ان انت رودريجو مقعده بره. الحلول اتقتلت اكتر ان سيتي عرف يلعب مع زيدان. جوارديولا عرف يقرا زيدان, عرف يقفل ازاي زيدان. بس الحته بتاع جوارديولا دي كانت مفصليه جدا وكانت على شعره كبيره. كانت شعره ان انت يخش في الجول تخسر الماتش. فانت جوارديولا كان كل مره كل موسم في الشامبيونز ليج بيبتدي هو يخطط للفريق الخصم, بيعرف اسلوب الخصم كويس قوي, بيبتدي يفكر في الخصم اكتر ما بيفكر في نفسه, وبيبتدي يبص على حلول الخصم ونقط قوه الخصم اكتر ما بيبص على نفسه, وبيبتدي يقفل على الخصم اكتر ما بيحاول يتفوق ويعمل ويشتغل على نقط قوته هو بقى يقفل على الخصم اكتر. ده بيعملها كل سنه وكل سنه بيخرج من دوري الابطال. السنه دي كانت مفصليه جدا. انت بقيت تقفل على مفتاح اللعب
ريال مدريد والحلول بتاعته في الهجوميه اي نعم حلول كويسه وممكن تفيدك لكن ما كانش قدم خطوره كبيره على مرمى ريال مدريد غير في كوره واحده برناردو سيلفا خيسوس شاط الكوره وكورتوا طلعها في الشوط الاول. غير كده انت ما وصلتش لجول ريال مدريد كتير وده اللي بقول لكم ليه بقى حته مفصليه ان انت لو دخلت في الجول مش هتقدر تعوض في العوده ضد ريال مدريد وده اللي حصل. نهايه الشوط الاول خلص 0-0 الشوط الاول خلص 0-0 ودي كانت كويسه لسيتي نوعا ما شويه اللي هو قدر بالخطه بتاعته اللي هو يخرج 0-0 الشوط الاول ما يخشش فيه جول وما قدرش ريال مدريد يوصل لجول سيتي كتير. الشوط الثاني شكله مغير نوعا ما شويه سيتي ابتدى نوعا ما يضغط على ريال مدريد يضغط من نص الملعب شويه ابتدى فيه مساحات ثغرات كويسه نوعا ما شويه لكن بعد كده ريال مدريد ابتدى سيتي يرجع تاني في مناطقه ابتدى يقفل المساحات تاني ويلعب بنفس الشكل الشوط الاول وكان ريال مدريد ما كانش بيلعب على تفصيله واحده انه يوجد مساحه صغيره يقدر يستغلها في الحته دي وده حصل في الدقيقه 60 ضغط عشوائي جدا من فينيسيوس جونيور بيقطع الكره بلوكر بيلعب الكره بالعرض اسكو بيستلم في العيده جول. الحته دي جونيور مش قصده انا بقول لكم متاكد ان جونيور مش قصده هو ضغط ضغط عشوائي فالكره اتقطعت وقدر يروح بيها جون وسجل ريال مدريد الجون الاول في الدقيقه 60. بعد الجون دون حسيت ان جوارديولا ابتدى يتخطف جوارديولا ابتدى يقول ايه هو سيناريو كل موسم يحصل معايا بقفل على مفتاح الخصم كويس جدا وبرده بخسر ايه اللي بيحصل ده كان سيتي مش فاهم سيتي بيعمل ايه سيتي بيستحوذ اكتر ابتدى يمسك الكوره اكتر ابتدى يلعب كوره اكتر ابتدى يضغط على ريال مدريد الى ان ما جاب الجون التعادل عن طريق جونيور في خيسوس كره لعب عرضيه خيسوس بيطلع تك جون على طول 1-1 في الدقيقه 70. بعد الـ1-1 سيتي ابتدى يضغط على ريال مدريد بقوه كبيره جدا بقوه كبيره جدا اللي هو ضغط 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 وكمان التغييرات اللي حصلت نزل بستيرلينج وقبليها الحاجه اللي ما كنتش مش فاهم ازاي لابورت يبقى مصاب كل الفتره دي ويفضل كل الفتره دي يتعالج ولما يرجع يتصاب تاني مش فاهم بصراحه اتصاب وخرج ونزل بدل فرناندينيو جنب اوتاميندي والتغيير التاني كان ستيرلينج ابتدى الضغط بقى انا عايز اكسب المباراه ضغط 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 الى ان جت ضربه الجزاء. ضربه الجزاء دي كانت جت في مقتل كارفاخال خد ستيرلينج وهي دخل دي بروين بكل معلمه يحط الجول الثاني مانشستر سيتي وجوارديولا هو انا بنجح في خطتي بنجح في فكرتي انا بنجح في اللي انا بعمله. جوارديولا ابتدى يطبق الفكره دي انا فكرتي وخطتي واللي انا بحاول اشتغل عليه ابتدى ينجح ابتدى اهو بحقق انتصارات بره ملعبي كويس جدا. وبعد الجول ده سيتي ابتدى يضغط اكتر بس الحاجه الاكتر بقى اللي هي هتزعلك اكتر لو انت زعلان ان مانشستر سيتي سجل الجول الثاني ازعل اكتر ان سيرجيو راموس مش هيبقى معاك في مباراه الاتحاد دي يعني بصراحه غباء كبير جدا من راموس خيسوس رايح انفراد سيبه يجيب جول يا معلم انت مش فاهم ليه انت عملته انت خسرت فريقك اللي انت مش تبقى معاه في ماتش الاياب وكمان منها 2-1 برضه خسرت فانت 2-3 هتفرق في ايه؟ لكن ان انت طردت نفسك وخرجت مباراه مطرود وخسرت فريقك انت فريق خسرك في مباراه الاياب ده غباء كبير جدا من راموس بصراحه. بعد كده الماتش خلص 2-1 لسيتي بس في سؤال كبير بقى كان بيتسال هو ليه جوارديولا بيلعب باللعيبه دي في نص الملعب؟ ليه بيلعب برناردو سيلفا؟ ليه بيلعب بريان محرز؟ ليه بيلعب بروين؟ ليه بيلعب جندوجان؟ وليه بيلعب كام رودريجو؟ هقول لك ليه. هو جوارديولا كان بيحاول يعمل كثافه عدديه كبيره في نص الملعب علشان يقفل على نص ملعب ريال مدريد لوبا فالفيردي ومودريتش وكاسيميرو وده نجح فيه وكمان اللي كان محتاجه ان لعيبه نص الملعب تمسك كرة اكتر من لعيبه نص ملعب ريال مدريد وده اللي كان بيحصل. دي لعيبه نص الملعب بتاعت سيتي اللي كان بيلعب بيها النهارده هي اكتر لعيبه تقدر تمسك لك الكوره في نص الملعب سواء جندوجان او دي بروين او ريال محرز او برناردو سيلفا هما اللعيبه دي اللي تقدر تمسك لك الكوره في نص الملعب حتى لو كان الضغط عليهم كبير جدا هيقدروا يمسكوا لك كوره في نص الملعب وده اللي كان بيحصل. شفنا جندوجان في كذا لقطه دي بروين في كذا لقطه برناردو سيلفا في كذا لقطه ريال محرز في كذا لقطه بيقدروا يمسكوا الكوره في نص الملعب وريال مدريد ما يقدرش ياخد منهم الكوره. دي حته كويسه جدا من جوارديولا اللي هو انا هلعب بكثافه عدديه في نص الملعب لا وكمان هلعب لعيبه تقدر تمسك لي الكوره في نص الملعب ما تقدرش انت تاخد الكوره منها. النهارده جوارديولا لعب مباراه كبيره جدا على زين الدين زيدان. زيدان كان واقف مش لاقي اي حلول مش لاقي اي حلول مكتوف الايده مش لاقي يعمل اي حاجه ضد جوارديولا لان جوارديولا عرف يلعبه صح عرف يقفل عليه صح عرف يجيب جون ويكسبه في ارضه صح. مباراه الاتحاد مباراه صعبه جدا على ريال مدريد وعلى مانشستر سيتي
مباراة مش سهلة تماما. أنا بقول لكم لسه ما فيش أي حصر، ممكن ريال مدريد يرجع في ماتش الاتحاد ويصعد الله أعلم، ممكن سيتي يخرج ريال مدريد برضه الله أعلم، دي حاجة في علم الغيب محدش يعرفها، بس المباراة تبقى صعبة جدا في ماتش الاتحاد. بس في الأول وفي الآخر ده كان رأيي أنا في مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد. قول رأيك أنت في الكومنتس، قول توقعك، هل ريال مدريد قادر على العودة في مباراة العودة ولا خلاص مانشستر سيتي الى دور الثمانية؟ قولوا لي توقعك ورايك في الكومنتس. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشترك وفعل الجرس عشان تجي لك حلقات اول باول. انت بتعرف تصفي في الديسكربشن تحت، ولو مش على الفيسبوك ريتويت على تويتر. كان معاكم مصطفى، شوف الحلقه الجايه، سلام.